ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام أهلا بتونس. تراه طلعش باش نحكي لك اليوم، زعمش باش نحكي لك يا اخي. عنا غيره، واحنا ما هو فيروس وباء عدوى حجر، هذيك الامبيانس ليامات. تعرف يا تونس، توحشت الشقوق والتجاذبات وكليامات متاع مشاورات تشكيل الحكومه. ايه يا حسره، دي كان باش نكملوا هكا، باش نخلط نتوحش الغنوشي وعبير موسي وسينابي، نتوحشوه سينابي. الله غالب، كنت في نعمه ولم اشكر، يا اخي خرجت منها ولم اشعر، وها أنا أواجه ما اقترفت يداي محاصرا بثمانية جرائد ما فيها كان الكورونا. عندك لابخيس تحكي على حزمة الإجراءات الجديدة اللي عملها رئيس الحكومة الفريشك، لوت كونتر لا بروباغاسيون دو كورونا فيروس، فخفخ لانس اون نوفيل سالف دو مزور. دونك عندك غلق الحدود على تنقل الأشخاص، كان السلعة تعد، منع التجمعات بأنواعها، لسوق لحمام لحفلات، تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية والاقتصادية، والخدمة سيونس يونيك بزوز أوقات مختلفة ابتداء من غدوة. به الشروق مش عاجبها، قاتلك جاءت ضعيفة ودون المنتظر، إجراءات الفخفاخ الجديدة مخيبة للآمال. اي وعليه شنو تحبوا آخر انتم؟ في العنوان الرئيسي يقولوا لك الاستهتار بالحجر الصحي جريمة، الشعب يريد حظر التجول، وحاتين تصور وحدات مختصة هذي متاع الحرس، ومعاهم كمين البيتبول المدرعة. بون، يحبوا نينجاوات بالكاكول تدور في الشارع، يحبوا الكبس يا تونس، الكبس، يحبوا الفيروس يشوفه ذوما يتفجع ويقطع. بون، هما صحيح في التصوير لابسين ماسكوات، اما مش هذوما راهو اللي نحاربوا بيهم الكورونا، اي هذوما متاع الارهاب، اي البرتمان المقابل جماعه الكورونا. سلام خويا. اما مش كان هما، الصباح زاده تريد وتعرف ماذا تريد، قاتلك امام غياب الوعي المجتمعي فرض حظر التجول ضروره مؤكده، والشارع المغاربي زاده في استهتار النخبه وغياب القياده وايديولوجيا الغباء، حظر التجوال لمقاومة العصيان. به نمشي معاكم برا، نقولوا تونس اللي رسميا فيها 24 حالة وصفر وفاة، لازم تعمل إجراءات قصوى ما عملتهاش دول الغنية فيها آلاف الحالات وعشرات الموتى. قولونا جست إلى متى المدة، قديه نعملوا جمعتين حظر تجول ولا شهر، بلك شي ثلاثة شهر. الإجراءات القصوى ما تنجمش تطول بها، لا اجتماعيا لا اقتصاديا لا أمنيا. كي نعملوا حظر تجول من توا، كان يطول برشا باش يولي انتحار، معدلات الفقر والبطالة والجريمة باش تنفجر، خاطر العباد باش تجوع، تولي الكورونا أهون. وكان ما يطولش معناها باش نرجعوا نحلوا اللعب قبل ما توفى الأزمة عالميا، ونخاطروا بإمكانية نكسة عنيفة وانتشار أشنع للعدوى. وهذا الكل باش نحلوا مشكلة خرق الحجز الصحي اللي نورمالمون تتعالج بتطبيق القانون على المخالفين، مش بحظر التجول على الناس الكل. أرنب تكر على حلوف. فبحيث حاليا حظر التجول للقضاء على الكورونا is the new نحرق الجبل باش نقضيه على الإرهابيين، يظهر لي ما يجيش هكا، ورايكم أصلح. إذا نعطيكم بعض القراءات المفيدة تعديوا بها ساعات الركشة، هاي لوتون عطاتكم بعض النشاطات اللي تنجموا تلهيوا بها رواحكم. كورونا فيروس و كونفينمون 5 تاش و بلوس كو لو فيروس بو نوز ايدي افير، بناء على مبدأ قصول يدو يخي جات صالحة للطنبور. المغرب تنشر جوسيت أول دراسة في تونس الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على بلادنا والحلول، الجزء الثاني والأخير الخطوط العريضة لبرنامج إنقاذ وطني، من إعداد حكيم بن حمودة ومحمد الهادي بشير، للمهتمين بالجانب الاقتصادي للمسألة. وقبل كل شيء وبعد كل شيء، ما تنسيوش
وهاي الصحافة اليوم تزيد تذكركم، عندما تعري الكورونا الأزمة اللامعيارية للإنسانية، الوعي شرطا للبقاء. الوعي والعقلانية هما اللي نجموا يمنعونا، الاستهتار والخرافات ما ينجموا كان يغرقونا. رد بالك على روحك يا تونس، شدي دارك، تو غدوة نتعدي لك نزيدو نحكي.